ظهر الأحد كان كل شيء حاضراً، رجال الأمن، اللافتات، وحتى الأغاني الخاصة بالمناسبة. سرقوا بلدك، سرقوا عمرك، كلهم جمرك حتى صوتك. ثم بدأت التظاهرة من أمام وزارة الداخلية في الصنائع إلى أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، والهدف واحد، المطالبة بإقرار قانون انتخابات عصري على أساس النسبية. بيان الوزارة تبع الحكومة الجديد بيقول أنه لازم يطلعوا انتخابات جديد قبل بسنة من الانتخابات الجاية، قبل بسنة لازم يطلع يعني بحزيران 2012. وقد طالب المتظاهرون أيضا بإصلاحات انتخابية عدة، بينها الحد من المال الانتخابي وضمان سرية الاقتراع إلى جانب إصلاحات أخرى. يمنح حق الاقتراع للشباب بين سن 18 و21، يضمن للبناني المقيم في الخارج حقه في الاقتراع في مكان تواجده، يعزز حجم تمثيل المرأة من خلال اعتماد الكوتا النسائية. لم يكن الناشطون في الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي وحدهم في مسيرة 13 من أيار، بل شارك أيضا بكثافة آخرون من اتحاد المقاعدين اللبنانيين. نعتبر الأشخاص المعوقين هن يعني بيندرجوا ضمن فئات الأقليات إذا بدنا نقول هيك، ونحن بدنا نشارك بصناعة القرار لأنه هيدا بلدنا ونحن معنيين فيه. هكذا ذكر هؤلاء أن النسبية ليست مادة للسجال السياسي، ولا هي قانون لإلغاء طائفة أو حزب، بل طوق نجاة قد يكون الأخير لإخراج لبنان من الدائرة المفرغة التي يدور فيها منذ عقود طويلة.